السلام عليكم. النهاردة جايب لكم فيديو جديد. الفيديو بسيط خالص، فيديو هنغير فيه قلب الخلاط العادي. هنغير القلب، لو عاوز تغير برضو المقابض ديت بتاعته هنغيرها. طبعا انا عندي هنا مكسور بايظ، فكده كده هغير الاتنين دول من غير بقى ما نحتاج لسباك ولا نحتاج لأي حاجة. هو الموضوع بسيط خالص، يعني معانا مفتاح هنا 15 اهو. لو معكش مفتاح 15 ممكن تجيب السونسون ده برضو تشتغل بيه عادي. هنفك القلب ده عادي، بس طبعا هنقفل المايه. انا هقفل محبس المايه الرئيسي بتاع الشقة. وهنا جايبين قلب 15 جنيه، مش هيكلفك حاجة يعني، بدل ما تجيب سباك واي حاجة مش هتجيب اي حد. بيركب كده اهو ركب. طبعا هنغير المقابض بتاعته، تركبها بتشيل الجلدة البلاستيك البيضة دي. طبعا هو في مسمار بيركب. كده القلب ده ركب. هفك طبعا التاني عشان ده مش شبهه، فانا هغير الاتنين. لكن انت لو عاوز تغير واحد بس غيره. نجيب طبعا واحد تاني، نركب البلاستيكة بتاعة ده. وده القلب عندي ده سليم مفهوش مشكلة، والمشكلة كانت عندي في ده بس. وده اهو طبعا في ناس كتير بتعرف تغيره، بس في ناس ما بتعرفش تغيره. احنا بنحاول بس نفيد الناس، عشان في ناس بتجيب سباك عشان تغير قلب حنفية، تغير الحاجات البسيطة دي، مع انها هي يعني حاجات سهلة جدا، بس في ناس اللي ما بتبقاش عارفاها. طبعا انا اقفل المحبس، هروح افتح المحبس وارجع لكم تاني. طبعا رجعنا لكم تاني بعد ما فتحت المحبس. طبعا زي ما انتوا شايفين ده اللي كان شغال، ده التاني اهو، ولا بينقط ولا اي حاجة. الموضوع كله يعني 15 جنيه قلب، والبتاع المقبض دوت ب10 جنيه الواحد، يعني الحوار كله بتاع حوالي 35 جنيه، مش حاجة ومش محتاج عدة ولا محتاج صناعي ولا محتاج اي حاجة خالص. انا طبعا موضوعنا في القناة ان انت تعمل اي حاجة بايدك من غير ما تحتاج لحد، وياريت تستفادوا من اي فيديو انا بنزله ان شاء الله. ياريت تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله.